سعير لا ينطفئ، ومثلما يقلب أبو يوسف الجمر يوميا يدرك أنه كلما غادر أسرته يقلب أياما يلاحقها الشرر حتى هنا في مكان عمله. نفس المعاناة اللي نطلع من البيت، زوجتي يعني إذا يصير شيء ألو ها وين أنت، إذا صار انفجار، إذا صار كذا، إذا صار انفجار مثلا على بغير منطقة أنا خابر أبوي ها يابا وين أنت، يعني عايشين بقلق إذا ساءت الأوضاع. بالنسبة للكسبة، بالنسبة لغير الكسبة يعني هم عايشين قلق، بس مو مثل هذا القلق، لأن احنا هم صار عندنا انفجار هنا، فظل القلق والخوف بينا. من يصير هوسة، من يصير ازدحام، تقومين تفكرين زايد، ما تعيشين حياتك مستمرة يعني بالقلق، كله قلق بقلق. رقابة أمنية تختلف عن غيرها هنا، فعلى مدى الأعوام الماضية شهد سلسلة تفجيرات هذا الحي الشعبي، أحد أكبر الأسواق ببغداد، لكن محاولات الأمن لم تنقذ والكسب فيه من مفاجآت يومية. مريد بس الأمانة، وإحنا نشتغل، إحنا نجيب الكسب، إحنا نجيب الفلوس، مو هم ينطونا، لأن الحصة التموينية بس التمن وزيت، يعني لا شكر، لا دهن، لا بوتيثة، لا طماطة، لا كل شيء، احنا نجيبه من يمنا، بس نريد الأمان. لحسن الحظ أنه ما زال حيا، وربما لسوء الحظ أنه يعمل في مهنة توفي من سبقه فيها بانفجار استهدف المقهى العام الماضي. مفارقات يبدو أنها وحدها من تنجي العراقيين كلما أرادت المصادفة أن يكونوا ناجين أو ضحايا. أخويا متأثرين عليه كلش، كسر ظهرنا يعني وجنب يدنا هجم، لأن يعني أخويا شاب بعد ما شايف من الحياة شيء، واستشهد والحمد لله وشكر. زين ها ضحية للعراق راح أخويا، حال الضحايا دي يروحون دي يدافعون عن الوطن، احنا بعملنا يعني هم ندافع على خبزتنا وندافع على عائلتنا، واستشهد واحد عندنا. يسرد الكسبة قصصا يومية، أحداثها تختلف عن الماضي والحاضر، لكن بطلها غير المرئي هو الفزع من لحظة نهاية شهدوا بأعينهم مثيلاتها. بين بيته والسوق هذه، حيث المقهى مكان عمله، شارع واحد يفصل بين الأمن والخوف، فهذه المسافات على قصرها كم أدمت من قلوب برحيل مفاجئ وحزين، خلف أرامل ويتامى ومعاناة لا تنتهي من شبح موت يطارد الجميع. من بغداد لبرنامج اليوم على الحرة، صبر كاظم.